اليوم نحن في حاجة أكيدة جدا إلى الـ VIP وإلى السوبر كونسل اللي هي البيت أساسية وحيوية وما نجموش نحكوا على زراعات كبرى من غير ما نكونوا نحكوا يكون فما الـ VIP ويكون في السوبر كونسل. وهذا إلى حد توا واضح لنا أخيان مجمعين وحاضرين ويعرفوا الصعوبات الموجودة توا. نحن بدينا متأخرين شوي نثمنوا الحقيقة وهو قدام الإعلام وقدام الناس الكل نثمنوا الإجراء اللي خذاته وزارة الفلاح وهو مهم اللي كان طلبنا. كان تتذكروا كنتوا أغلبكم حاضرين في جلسة السيد وزير الفلاحة وقت اللي طلبنا إذا كان فعلا نحبوا نحفزوا الفلاحة نجملوا الأسعار، فتعتبروا أنه تجميد الأسعار على مستوى الأزمة والزيادة الطفيفة اللي تمت في البذور الممتازة نعتبروها إجراء مهم ونثمنوه ونعلوه، ما عندناش حتى مشكلة، يعني كي تعمل حاجة باهية لازم نقولوها حاجة باهية.